توني راجع من بعثة في كندا، كان أول يوم دوام بعد انتهاء البعثة عودتي من كندا في الشب رتنا، فشفت بالصدفة بعد أول ضحايا الغزو قبل الغزو، وكان مواطن كويتي كان في العراق أو التحديد في البصرة، وانضرب عند محطة البنزين، جانا الكويت وعينه مصابة تقريبا فاقد العين، كان في الجناح هذا 1/8. شفنا ورحنا البيت بالليل، الصبح دوام يوم ثاني الخميس 2/8، لأخوي طق الباب علي يقول صار غزو، فلبست وتحركت بالسيارة بسرعة من منزلنا بالفحيل إلى مستشفى ابن سينا، وعلى الطريق السفر السريع لشارع الملك فهد أشوف طيارتين، واحدة تلحق الأخرى وسيارات على الشارع، فأنا كل ظني أنه كان الغزو محدود يعني في المنطقة الشمالية فقط. وصلت إلى جسر الغزالي ولفيت يسار وكنت شفت جندي هناك، بعدين عرفت أنها جندي عراقي. وصلت عند جيوان في جندي كويتي ووريت الهوية، سمح لي أني أروح المستشفى والباقيين كان يرجعهم. فوصلنا للمستشفى ابن سينا ولقيت بعض الزملاء وبدينا نرتب الوضع، وكان معنا أحد الزملاء استشاري عيون عراقي، فشفنا سيارات واقفة، الجيش العراقي واقفة في الساحل اللي بين مستشفى بن سينا ومستشفى الرازي. فهو قال هذا مو بالشمال فقط، دخلوا. فقعدنا في المستشفى، في مستشفى بن سينا طول الفترة هذه في قسم الحوادث استقبال حالات العيون، ما كان في حالات في هذا الوقت. وعلى فترة العصر شفنا زحف من الجنود العراقيين داخل سور الصباح متجهين ناحية الطب الإسلامي مقابل وزارة الدفاع، وكان فيه إطلاق نار وقذائف. بعدين اتصلوا فيني أحد الزملاء من مستشفى الصباح إن عندهم حالة مصابة في العين. طبعا الجنود العراقيين استفادوا من مستشفى الصباح ككل، إصاباتهم تروح المستشفى. لما وصلت مستشفى الصباح أنا قلت له ما أقدر أطلع، يعني في قذف قذائف وفي إطلاق نار، فبعث لي إسعاف مستشفى الصباح، وهناك طلعت فوق لقيت المصاب جندي عراقي ومضروب وعينه رايحة يعني، فشفته فقلت له هذه عينك راحة لازم تشيلها، قال شيلها يعني بدون تردد يعني، وقال في تلفون بكلم أهلي في بغداد. كان الوضع غريب يعني، فمكثنا ذيك الليلة في المستشفى، والجنود اللي كانوا متمركزين بين مستشفى بن سينا والرازي هاجموا المطبخ المركزي في مستشفى بن سينا وأخذوا كل المكونات اللي في المطبخ. بعدين قعدنا ذيك الليلة كلها في مستشفى بن سينا إلى الصبح، والصبح نظمنا دواماتنا إنه يكون فقط عندنا طوارئ، ونخلي الزملاء الموجودين يكونوا موجودين في حوادث العيون، وإذا في أي شيء يتصلون على الاستشاري إذا في حالات تحتاج عملية أو دخول تتعامل في حينها. وهذا اللي حصل في يوم. ثاني يوم اتجهت طلعت من البيت لما وصلوا زملائنا يوم الجمعة، اتجهت للبيت، وطول الطريق كانت تقابلني دبابات، وإلى أن وصلنا إلى منزل بالفاحيل. وبعد ذلك تمت إذا في حالات تتصلون علينا ونروح نتابعها. خلال فترة الغزو بدينا نرتب الأوضاع في منطقتنا من خلال تنظيم الجمعية، ولأن أغلب الأعضاء غادروا فمسكنا الجمعية وسوينا مجلس إدارة وأمين صندوق، وفي كثير من الشباب الكويت المتطوع نظمنا توزيع اسطوانات الغاز. بعدين رحنا إلى شركة التمويل استلمنا التمويل اللي هو الرز وباقي الزيت الأشياء اللي يحتاجها المواطن والمقيم، واستلمناهم حطيناها في مخازن جمعية وبدأنا نوزعها على باقي على السكان بناء على البطاقة بطاقة التمويل. اللي ما عنده بطاقة تمويل للأسف ما نقدر نعطيه. بعدين كذلك كان هناك نشاط آخر
كان توصلنا فلوس كنا نوزعها على أهالي المنطقة الصامتين بالكويت. مسجد اللي يم البيت المؤذن كان موجود والإمام سافر، فالمؤذن قال لي تفضل استلم الإمامة والخطابة، وأنا مو مهيئ يعني. فبديت أحضر خطب جمعة، وبديت أحفظ بعد بعض الآيات عشان أقدر أصلي في الجماعة، وهذا هم كان دور داخل المنطقة. واستمرينا في هذا الدور، ولما تجيني حالات مثلا انفصال شبكية أو إصابة يوم خفارتي كنت أتجه إلى مستشفى بن سينا وأسوي هذه العملية ورخصهم. كان من أحد الإصابات كان ولد عمره 12 سنة من العراقيين اللي دخلوا أول الغزو، وكان عنده أحد الكويتيين ضربه أطلق عليه شوزن، فكان هناك بعض الشظايا تسبح داخل قرنية العين، شلناها له وقلنا روح ارجع لأهلك، روح العراق بقى لا تقعد بالكويت مرة ثانية. وكان هناك بعض الإصابات كذلك من أول حالات المصابة من المقاومة كنا نتعامل معها. هو الحقيقة يعني كان يوم التحرير سمعنا أن بالليل الجنود انسحبوا، فنزلت صلاة الفجر بالمسجد وصليت فيهم الركعة الأولى، كان إذا جاء نصر الله والفتح، فكان هذه الآية كان والصورة هذه كان لها معنى استحضرناه في ذاك اللحظة. بعدين توجهنا إلى المستشفى عشان نرتب أمورنا وكيف نشتغل ما بعد تحرير الكويت. وأثناء الغزو خصوصا مع الضربة الجوية كان هناك أمطار، وكان منعنا من الذهاب للمستشفى، واتصلوا فيني أحد الزملاء وقال إن هناك مريض عنده انفصال في الشبكية وهو من الجالية الفلسطينية. فطلعت من البيت ومسكوني عند جسر الدائري الخامس نقطة تفتيش عراقية، فقال لي ليش مو مغير النمر، وكان بصادر سيارة، فقلت له أنا عندي مريض وعنده مشكلة بعينه، وكان عين واحدة فقط، وهذه الحالة لو فقد عينه ترى ذنبه برقبتك. فقال لي روح خلاص، فسمح لي الذهاب. رحت إلى المستشفى وأجريت العملية لهذا المريض، أذكر اسمه يمكن عبد الله خميس أو شيء من هالقبيل، سويت له العملية وحطيت كل شيء ممكن إني ما أشوفه مرة ثانية، يعني أي كل الإمكانات اللي تساعد في نجاح العملية وسويتها له. وأنا راجع خدت معي من المستشفى برتقال وموز، قلت يمكن يمسكوني بالطريق أسلك نفسي. وشفت المريض تقريبا على شهر 4 بعد التحرير راجعني، وما زال يذكرها يعني، وكانت أموره طيبة جدا يعني. فهذه من الأشياء اللي يعني أفرحتني كثيرا. كان الماي منقطع في العمليات، فكنا عشان نتعقم نستخدم سلاين، بعض الأدوات ناقصة، وبسرعة استكملت يعني. الحقيقة يعني ما الفترة هذه كانت قصيرة، فاستكملت بحكم أن احتياجاتنا بالعيون أقل من الجراحة والأمور الأخرى، وأدوات العمليات كانت متكاملة يعني أثناء الغزو وبعد الغزو، يعني ما حصل عليها أي نقص. واستكملناها بعد التحرير، لأن كان في أدوات أحتاجها خصوصا في عمليات الشبكية، لأن ما كان هناك قسم للشبكية قبل الغزو. استكملنا بعض الأدوات، وبعد التحرير كنا نعاني من انفجارات الألغام وتناثر الشظايا على العيون، فكانت تجينا حالات من هذا القبيل يعني. فهذا كان أوائل أيام التحرير، إصابات العيون من الألغام والمتفجرات. والله الشباب هو كما يقال يعني عماد الأمة يعني، فإذا احنا حرصنا على أن يكون عندنا شاب واعي ومثقف ويفهم الواجبات المنوطة بها، ويفهم أنه أو يحس أنه لازم يجهز نفسه ويرفع مستواه العلمي والثقافي حتى يخدم بلده ويخدم نفسه قبل ذلك ويخدم مجتمعه وأسرته، فالشاب يجب أن يتسلح بسلاح التعليم
ولا يكتفي بالتعليم العام، لأن التعليم العام مع الأسف لا يلبي متطلبات الحياة حاليا، والطالب مستواه وقدراته العلمية والثقافية أكبر من المنهج، فعليه أن كذلك يتزود من خارج المنهج من خلال القراءة والاطلاع. والآن أصبحت سهلة، يعني المكتبة والأرشيف في ضغطة الزر على التلفون، فتستطيع أن توسع مداركك ومعلوماتك ولغتك العربية اللغة الأم، واللغات الأخرى إذا أحسنتها كذلك تخدمك. فالشباب هو عماد الأمة، وإذا ضاع الشباب ضاع مستقبل البلد.